دكتور، امتى رح تخلص معالجتي؟ شغلة مطولة كتير يا سيدي. قناة الحياة بدها تعرف كل شي عنك. دكتور، ممكن تفرجيهم الاشياء الحلوة فيني؟ هيك قولك؟ ايه دكتور، دخلك شو هي الاشياء الحلوة اللي شفتها فيني؟ بدي شوية وقت لفكر بالموضوع. شي كم يوم يعني؟ كل هالقد صعبة الشغلة دكتور؟ بالحقيقة السؤال محرج شوي وما بعرف كيف بدي جاوبك. قولها ما تنحرج دكتور، مثلك مثل كل هالكفار مش راضيين علي. ليش؟ ليش؟ لأنه القرآن هيك بيقول: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى إلا وتتبع ملتهم. واضحة، ما بدها اتنين يحكوا فيها. ليش بستعجب الحكم يا سيد إسلام؟ تروى شوي، ممكن تكون على خطأ. كتاب الله هيك بيقول دكتور، بدك تكذب الله؟ بس مو عدل إنك تحكم علي على أساس كلام عمره 1400 سنة. لازم تحكم علي من خلال علاقاتك الشخصية معي. صدق الله وكذبت كافة العلاقات الشخصية دكتور. باية نظرية المؤامرة العدائية مترسخة بعقلك الباطن، وعلى أساسها عم تتعامل مع البشر. يعني هلأ أنت راضي علي دكتور إذا أنا ما اتبعت دينك؟ طبعا يا سيد إسلام، شو هالحكي؟ الاختلاف بيناتنا لا يفسد للود قضية. كذاب، والله العظيم كذاب. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند. شو ليه صافن هيك؟ شو عم تفكر؟ والله يا دكتور محتار، بصدقك أنت ولا بصدق القرآن؟ ما في داعي تبني أحكامك على الناس والأديان الأخرى على أساس كلام عتيق سيد إسلام. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لا دكتور، القرآن بيقول إنك مش راضي علي وإنه هدفك تحرفني عن ديني. صدق الله وكذب كل إنسان، نقطع السطر، انتهى. يعني عنزة ولو طارت. نعم، عنزة ولو طارت.